حقيقة أنا في سنة 88 بدأ مشواري، سافرت من الإمارات إلى بريطانيا لدراسة الطب. طبعا استغرق هذا حوالي 7 سنوات. الحمد لله يعني كانت الأمور ماشية على ما يرام، وكان في تفوق الحمد لله، وأخيرا كان تخصص في الركبة. تقريبا مشواري في بريطانيا كان 22 سنة بين سنة 88 ل 2010. في آخر تقريبا 12 سنة كان تركيزي كله على عملية الركب، طبعا الركب اللي هي تبديل الركب للناس اللي هم كبار في العمر، للإصابات الرياضية كذلك مناظير وأربطة وكسور اللي هي حول الركبة. من سنة 2010 حقيقة انتقلت أنا من لندن إلى أبوظبي، وبدأ طبعا مشواري اللي هو عمليات الجراحة اللي في الركبة في أبوظبي من 2010. خلال عملي في بريطانيا لندن يعني خصوصا، وكذلك هنا في أبوظبي من سنة 2010، حقيقة يعني كانت لي فرصة أني أعمل عمليات كثيرة متخصصة في الركبة، أكثر من 7500. طبعا أغلبها هي عبارة عن تلبيس الركب للناس اللي هم عندهم خشونة الكبار في السن، وكذلك للشباب الإصابات الرياضية من المناظير والأربطة والكسور اللي هي متعلقة بالركبة. طبعا كل هذا الانجازات وكل هذا النجاح هو اكيد انه بدعم من القياده عندنا ومن الحكومه في دوله الامارات، وكذلك من النظام الطبي، خاصه بعد ما انا رجعت الى العمل انا في ابوظبي. طبعا انا اقدر اكد للجميع ان ما نقدمه هنا في ابوظبي او في الامارات عموما من عمليات تخص الركبه تضاهي اي دوله في العالم. نحن دائما حريصين بأن نحن نشوف أحدث ما يمكن من تقنيات ونجلبها للإمارات.